والله تشرفت بزيارتك يا أم زكي. خير، ليش ما أجيت معك أم سليم؟ ما بتقدر تترك أبو سليم لحاله، حرام. أنا أتلحالي بجي لعندك بطمان عليكي. اختي خليه ياخذ راحته أبو سليم، عم ينأسر بوجودي يا حرام. إيه خير إن شاء الله. أنا حكيت مع أبو عزام كرمالي لاقي لهم بيت، بس بتعرفي أنت عم يدور، يعني ما تم في بيوت فاضية. الله يخلينا ياكم، والله أنتم ما عم تقصروا معنا، ونحن كتير كتير خجلانين منكم. يلي عم تعملوه معنا أنت وأخي أبو عزام كبير كتير كتير، عم تفضلوا علينا والله. ما تحكي هيك، الناس لبعضها، واللي صابكن يعني مو بعيد يصيبنا، بس الحمد لله رب العالمين قدر ولطف. الله لا يقدر يصير عليكم شيء، إلهي يخلي لك أولادك، إلهي تفرحي فيهم يا حق. تسلمي لي يا أمسكي. شو رأيك عرفك على نسوان الحارة؟ تنبسطي فيهم خيرات الله. يا ريت تقبريني، والله من كل قلبي بقول لك يا ريت، كلكم فيكم البركة ما شاء الله. صار معك يا بوران؟ يلا تقبرني، يلا اجيت. بقول لك هات مي. عم برد لك اياها. تفضل. ان شاء الله هنا. الحمد لله، سلم ايديكي. الله يسلمك. امتى بدنا نخلص من قصة هالدواء؟ مليت والله مليت. يلا هانت، بدك تصبر كمان مشانك، مو حابب تطيب بسرعة وصير تمجي على رجليك. لك بس طولت الحكاية، طولت لك بوران. بدك تصبر، شو بدنا نعمل؟ بتريد شي تاني؟ حابب اشرب كاسة شاي. أصلا ما عاد سوينا شي إلا نشرب شاي. إيه مو على عيني؟ بوران، عن جد الله يخلي لي إياكي. الله أعلم لو ما كنتي معي شو كان صار فيني. لا تحكي هيك، احمد ربك إنه ضلينا عايشين. أي والله، كل ما بتذكر شو صار معنا بحمد ربي وبشكره. ألف الحمد لله. يلا أيمي أعمل لك شاي. يا فوزك يا ولد، يا مدلل يا ولد، ابن الصفرنج يا ولد. مرحبا بسطيف. يا ميت اهلين وسهلين بابو ناتوف. اهلا وسهلا. اشتهيت لك الدبوسة، حلي فيها دراسك. يسلموا دياتك يا ابو ناتوف، يسلموا دياتك. ابو سطيف اللي تعبان وبدي يريحني شوي واشرب كاس الشاي. اي مو على راسي. عيدو عيدو، شرف عم شرف. برني كاسي، جيب لي كاس الشاي. اكرك عجب لعمك ابو ناتوف على حسابي. من عيوني احلى عمي ابو ناتوف والله. الله يكتر خيرك يا ابو سطيف. الله يطول بعمرك يا عمي ابو ناتوف. صلى وقت كنا صغار قديش كنا نحبك. واسال الله ايام كنا نلعب طميمه سوا. هلا انا كنت عم بلعب معك طميمه؟ ايه وغلبتك 10 مرات. لعبت معك طميمه وغلبتني 10 مرات؟ لك ايه ابو سطيف ما بتتذكر؟ لك يخرب البيت شيدك شو مصيف؟ بتطلع اكبر من جدي. لك كل يلي بعرفك اياه كم سنه، كيف يعني لعبت طميمه ومعك يعني؟ ما فهمت. هدول دوايين اساسيين بالصيدليه، ما لازم تنسى اسمائهم ابدا. خلص رح اتدرب عليهم واعرف كيف بتصير الخلطه تبعهم. لك شو دخلك بالخلطه؟ هدول لهم عيارات معينه. لك والله مو صعبين، لا تاكلي هم. ايه بعرف مو صعبين، بس ما لازم تخربط فيهم ابدا، لانه اولا العالم بتدعي عليك، ثانيا ممكن تتسبب باذيه كثير كبيره اذا خربطت. طيب مثل ما بدك، خلص رح اتدرب عليهم مشان ما خربت ابدا. حاليا ما في داعي تتدرب، لانه انا اصلا ما حاتركك بالصيدليه لحالك، وانا يلي ببيع، انت ممنوع ومستحيل لحتى تتعلم على الاخر. مثل ما بدك. بكفي هدول الدوايين اليوم، المهم تحفظهم منيح وما تخربط فيهم. ها؟ اعوذ بالله، شو خربت فيهم؟ برافو عليك، مبين عليك فتح ورح تتعلم بسرعة. يعني عجبتك؟ شو هاد؟ قصدي انه عقلي عجبك؟ يعني ماشي حالك. حكيمي بدي احكي معك بشغلة، بس والله العظيم خجلان منك. خير احكي، لا تخجل. انسي ليلى، انت بتعرفي انه انا نازح من حارة لحارة وما عندي بيت نام فيه. في مجال نام هون بالصيدلية؟ هون بدك تنام؟ ايه بس لبين ما الاقي بيت.
السلام عليكم. اهي ابو عزام. اهي دي ما خلوا لا توصي حريص يا ابي، لا توصي حريص. افكح اعطيني وحده فشي. يا ميد السلامة، أهلا وسهلا بهالشباب، شرفتونا والله. عندك عامر يا ابني يا بكري. أهلين يا شيخ. الله يبارك بهالجمعة الكريمة. آمين يا رب. إيه يا ابني يا عابدين، اتفقت أنت وبكري بخصوص كتب الكتاب على كل شيء؟ متفقين شيخي على كل شيء. على بركة الله، معناتها مثل العادة قبل ما نكتب الكتاب بحضور الشهود خلونا نسمع رأي البنت. هذا الصح. ايش عليه؟ هذا الكلام المضبوط خيو. صحيح. يلا عنعزبكم شباب. بدك معك. لك شو بنا عريس؟ شد حيلك شوي. شو بنا؟ أب صياح، اترك العريس بحاله، مو وقتك هلا. يشهد الله عابدين مزينة الشباب. والنعم والله والنعم. أهلا وسهلا. شيخي بعد إذنك تفضل، أختي صارت ورا الباب. يا الله. يلا. الله يقدم إذنك يا شباب. آمين. إذنك معك حجي، إذنك معك. ان شاء الله الف مبروك سلفان. الله يبارك. تفرح باولادك ان شاء الله. شرف شيخي، شرف يا رب. شو اسم المحروسه اختك يا بكري؟ رتيبه شيخي، رتيبه. سامعتيني يا بنتي يا رتيبه؟ عم بسمعك شيخي، عم بسمعك. يا بنتي انت موافقه تتجوزي عابدين على سنه الله ورسوله؟ موافقه. على بركه الله. شرف شيخي، شرف يا رب. السلام عليكم عمي ام تاسير. مين غاتي؟ والله ما عم صدق عيوني. لك يا اهلين وسهلين. اهلين فيك. اهلين وسهلين ومرحبتين. على راسي والله. ميت اهلا وسهلا. تفضل تفضل ارتاح. يا ميت اهلا وسهلا. من امتى انت هون بحارتنا؟ والله لي كم يوم استقلت، قالوا لي انك قاعد بحمام الحاج بير، قلت لحالي لاجي اسلم عليك. ايه يا ميت اهلين وسهلين. لا الشغله صار بدها كاس الشاي. ايه يا سعدو مري معني. احلى كاس الشاي للمعلم راتب. هوام مو على عيني، تكرم انت والمعلم راتب. على راسي. تكي بس. ايه خبرني شلون وضع حارتكم؟ شلون نفدتوا من الغصف هذا؟ والله يا عمي ابو قاسم حارتنا اكل الضرب كثير ونزح منا ناس كتير، وأنا لأجل الصدفة كان عندي شغل برات الحارة، ولما رجعت قالوا لي إنه أهلي عطوك عمرهم. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحمه ويجعل مسواه للجنة.